قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث شريطة أن يستغنى بحذف المضاف وجعل المضاف إليه في محله. لو قلت قطعت بعض أصابعه، بعض هنا مذكر أم مؤنث؟ مذكر، ومع ذلك الفعل أنث لأن كلمة بعض مضافة إلى ماذا؟ إلى أصابعه، والأصابع مؤنثة، فاكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث قطعت بعض أصابعه، فيصح أن تقول قطعت أصابعه، الأصل قطعت أصابعه، فلما قيل قطعت بعض أصابعه اكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث. كذلك قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير، وأكثر ما يرد في الشعر، وأما النثر فقليل. وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، قال إن المضاف اكتسب من المضاف إليه التذكير، لأن رحمة أضيفت إلى الله، فيصح أن تقول في غير القرآن إن الله قريب من المحسنين بحذف المضاف وجعل المضاف إليه مكانه. ومثل هذا يفيدنا بأن النحو واللغة العربية لا بد منها.